دكتور ظافر، يعني قيادتنا السياسية هنأت المملكة بيوم التأسيس، كيف تقرأ هذه الإشادة السامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبارك للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية احتفالهم بيوم التأسيس. ثانيا، الإشادة السامية من سيدي صاحب السمو هي مشاعر الكويت حكومة وشعب. المملكة العربية السعودية هم أهلنا وأخواننا، وبمقاييس عدة هم عمقنا الاستراتيجي. الرياض أيضا ينظر إليها كسفينة القيادة للعمل الخليجي. المملكة العربية السعودية حاليا تمر بتحولات كبرى إيجابية نباركها لكونها خطوات تكاملية مع المشروع التنموي الخليجي، فنكرر تهانينا لهم باحتفالهم بيوم التأسيس.